خمس ألعاب طورها شخص واحد بنفسه والحالة. هذا هو الجزء الثاني من هذه السلسلة، وحياكم الله. اللعبة الأولى هي Five Nights at Freddy's، هي أول لعبة عندنا في القائمة والكثير أكيد يعرفها أو على الأقل سمع فيها. باختصار هي لعبة رعب من نوع Point and Click، وفكرتها أنك تكون حارس المطعم بيتزا وتراقب المطعم عن طريق كاميرات المراقبة. اللعبة عجبت الكثيرين وصدر منها 6 أجزاء رئيسية وجزئين جانبيين، وهي من تطوير سكوت كاوثن. وفكرة اللعبة أساسا جاءت بعد الردود السلبية للعبة السابقة Shipper and Son Lumber Company، وهي لعبة حسب وصفها أنها عائلية، لكن كثير انتقدها وقالوا أن شكل الشخصية مرعب، وجت تعليقات سيئة كثيرة، لكن عاندهم وقرر يطول لعبة جديدة مرعبة وطلع لنا بلعبة فريدي. اللعبة الثانية هي كيف ستوري، وهي لعبة مترويدفينيا بلاتفورم، صدرت عام 2004 على البي سي وتم نقلها على أجهزة بلاي ستيشن ودريم كاست واكس بوكس، وحصلت على نسخة محسنة في عام 2011 على منصة ستيم، في عام 2017 على جهاز نينتندو سويتش. اللعبة طورها شخص واحد اسمه دايسكي أمايا، وطورها في وقت فراغه خلال 5 سنوات، ومن يوم ما كان طالب في الجامعة حتى توظف كمطور سوفتوير. في أحد اللقاءات ذكر أنه استلهم الشخصية من ماريو وتصميم المراحل من لعبة مترويد، وغالبا يذكرون اللعبة في أن كيف شخص واحد قدر يطور لعبة بهذه القوة. لعبة داست أنيليزيان تيل، وهي عبارة عن خلطة من المترويدفينيا والأكشن وعناصر الار بي جي. اللعبة متقنة بشكل كبير والنقاد أثنوا عليها من ناحية الانيميشن ونظام القتال وتطوير البيئة. اللعبة طورها شخص واحد وهو دين دودرل، وبدون أي مؤهلات احترافية في الرسم أو التصميم، كان كل شيء تعليم ذاتي بالنسبة له، وكانت من الأساس مشروع فيلم كرتوني قصير حتى قرر أن يحولها إلى لعبة مدتها 10 ساعات، والتطوير أخذ منه 4 سنوات. وخلال هالفترة مايكروسوفت أعجبها المشروع واتفقت معاه حتى تصدر ضمن برنامج إكس بوكس لايف أركيد في سنة 2012، وتم إصدارها على أكثر من جهاز من وقتها. لعبة VVVVV من نوع 2D بلاتفورم الغاز على كومودور 64، وتم إصدارها على البي سي في عام 2010. مصممها هو الإيرلندي تيري كافانا، وصممها بشكل كامل على تطبيق أدوبي فلاش، حتى تم إعادة كتابتها إلى لغة برمجية ثانية حتى أنها تنزل على أكثر من أجهزة. وحتى أنه بنفسه اعترف بسبب انعدام خبرته في التقنيات والرسوم، اعتمد رسوم 8 بت لأنها أسهل، وركز على الجيم بلاي بدل الجرافيكس، وفعلا اللعبة نجحت وقتها وصنفت على أنها أحد أفضل إصدارات الإندي في سنتها. مين مننا ما يعرف لعبة تترس، من أقدم الألعاب وأشهرها، باعت الملايين من النسخ وصدرت على كل الأجهزة تقريبا، سواء كونسول أو جوالات أو حتى حاسبة، وكثير ألعاب اقتبست منها ولا زالت تقتبس منها، وأخذت كثير لقب أفضل لعبة في الصناعة. اللعبة طورها مصمم ألعاب روسي اسمه أليكسي بانتنوف، وفي وقت شغله في أكاديمية الاتحاد السوفيتي للعلوم، وكانت تجيه أجهزة جديدة، وعشان يختبرها كان يصمم ألعاب عشان يشوف قدرة المعالج وغيره، ولهالسبب طلعت لعبة تترس. وبعد تصميمها للعبة زملاء أعجبتهم اللعبة وقرروا يساعدونها ينقلها على البي سي، وتم إصدارها في عام 1984. ومن وقت إصدارها وحتى عام 1994 ما استفاد منها بأي مبلغ مادي، إلى أن قرر أنه يطور شركة تترس، ومن بعدها أخذ حقه المادي اللي يستحقه، وهي تعتبر أول منتج ترفيهي روسي يتم نقله إلى أمريكا، وباعت تقريبا 495 مليون نسخة، وشكلها اللعبة ما راح تموت أبدا قريب.